فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الأمور التي في الصلاة كإسدال اليدين أو وضع اليدين تحت السرة ونحو ذلك، نعم، بعض الأمور التي تحدث في الصلاة كإسدال اليدين أو وضعها تحت السرة ونحو ذلك، هل فعلها مثلاً أو تركها يعتبر مخالفاً لفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا مخالف للكمال، ما هو مخالف مخالف للكمال، هذه سنن، إن جاءت فها أكمل للصلاة وإن لم تأتي فالصلاة صحيحة والحمد لله. فلا ينبغي أننا نتشدد في هذه الأمور، قبض اليدين أو إرسال اليدين، أو هذه أمور مكملة ولا نتنازع فيها ونتعادى يهجر بعضنا بعضا، ما يجوز هذا. وأما وضع اليدين تحت السرة فهذا ورد فيه دليل يا أخي، هذا ورد فيه دليل، فهو من السنة هذا، لكن الأولى أن يضعها على صدره، هذا هو الأولى. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.